أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحرب في غزة كانت لها تداعيات سلبية على المياه والغذاء وأثرت على نحو مليونين وثلاثمائة ألف شخص في القطاع. أضاف مدبولي أن الصراع في السودان والتغيرات المناخية أثرت على المياه حيث تعاني أغلب القرى في السودان من صعوبة الحصول على المياه النظيفة كما أن اقتضاض النازحين يفاقم من خطر ندرة المياه. مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء. واحدا من ابرز التحديات الانسانية، ففي الاراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة للحرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة ومما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد. وفي جمهورية السودان الشقيقة، فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية.